نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد تحكم بالاهتزاز على هاتفكم سامسونج محكوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إدارات العامة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على شريط التنقل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التحكم بالاهتزاز صوت النظام، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع التحكم بالاهتزاز صوت النظام. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.